أجمل تحية لكل من يتابعني. حالياً أنا في البحر المتوسط متجهين إلى الجزيرة الكبريتية. أحب اليوم هذه الأجواء الجميلة واللطيفة. أتحدث عن برج الدلو. ليش الدلو بالذات؟ لأنه هو برج هوائي. في نفس الوقت سمت العرب سابقاً بالداي، أي ساكن بالماء. بما أن احنا بالماء راح تكون الأجواء مناسبة لحديث برج الدلو. طبعا برج الدلو شهر سبتمبر. برج الدلو من الأبراج الهوائية اللي يمتاز بكونه ازدواجي مزاجي، معطاء كثير الأفكار الخلاقة. أكثر مواد برج الدلو يكونون ينجحون بالأمور الدراسية، بالأمور العلاقة علاقة بالدراسات العليا في الجامعات، مبتكرين جدا. من الصعب جدا أن نحصل على معلومات عن من برج الدلو، لكن لما نحصل هذه المعلومات راح تكون معلومات قيمة وثرية جدا، لأنهم يمتازون بالذكاء، وفي نفس الوقت يمتازون بكون في عدة نشاط وحيوية ورياضيين. الإمرأة الدلو إمرأة رياضية جدا، وفي نفس الوقت تحب أقدر أسميها الإتيكيت، أمور الإتيكيت. الدلو عبارة عن ثلاث عشريات، العشرية الأولى هي عشرية ممتدة من تاريخ 20 من شهر يناير إلى 31 عفوا من شهر يناير. هؤلاء يمتازون بكونهم عدة تغيرات ومفاجآت كثيرة في حياتهم، لكن نضيف إلى هذا يبذلون مجهود للحصول على مبتغاهم، يعني مبتغاهم ما يجي بسهولة. هذه العشرية الوسطية هم المولودين من الفترة ما بين 1 من شهر شباط فبراير إلى 10 من شهر شباط فبراير. هؤلاء أكثر يمتازون بكون أناس بشكل فعلي ومباشر. هذول يمتازون بكونهم أكثر تغييرات في حياتهم، حياتهم ما تمشي على وتيره واحده ابدا. يعني اذا يكون عنده هذه وظيفه معينه لابد ان يغيرها، اذا يكون عنده زواج معين هم يغيرها، اذا يكون عنده وتيره حياته ما تكون وتيره واحده بالنسبه له، حتى حظوظه في انتخابات وارتفاعات متتاليه ومستمره. وايضا العشريه الاخيره او الثالثه هم المولودين من تاريخ 11 من شهر شباط فبراير الى 20 او 19 من شهر شباط فبراير. هؤلاء اشخاص يمتازون بكونهم اضافه الى كونهم عندهم تغييرات ومفاجات في حياتهم، ويكونهم ازدواجيين مزاجيين هوائيين. هم اشخاص ايضا رومانسيين حساسين، يفعلون ايضا يتاثرون بالكلمات. طبعا الشريك المناسب بالنسبه لأبراج برج الدلو هم الابراج الهوائيه اضافه الى الابراج الناريه. طبعا الناريه بشكل مباشر هم مولود برج الاسد، جيد بالنسبه للدلو، اضافه الى برج الحمل والقوس. اضافه الى هذا الميزان جيد والجوزاء ايضا جيد. ويحرق الدلو من مولود برج الجدي، شريك غير ملائم بالنسبه له. ويحذرون ايضا من مواد الحوت باعتباره ايضا حساس اكثر من اللزوم، يعني يختلف معه في امور كثيره. اهم الاحجار بالنسبه لمواد الحوت هو الاقوى مارين، وهذا الحجر قد يكون او نادرا، يعني نادر الوجود مو كثير، حتى بالعلاقه ما يوفر بشيء كثير جدا، لكن الاقوى مارين هو الاحجار العاديه والاحجار الخاصه سيالس او سبيشال بالنسبه لمواد الحوت. طبعا اضافه للدور الاكبر ايضا جيد للدلو. نضيف إلى ذلك العقيق السمائي والعقيق المائي أيضا جيد إلى مود برج الدلو. يعني هي الأحجار اللي تأخذ اللون الفاتح، اللون اللي له علاقة باللون السمائي وما إلى ذلك، هذه أغلبها تكون جيدة بالنسبة لمود برج الدلو. الدلو بالنسبة لشهر سبتمبر راح تكون أول 3 أسابيع من شهر سبتمبر لا راح يواجه بعض الإشكاليات من برج الدلو، وبعض المتاعب قد تكون على الجانب الصحي نوعا ما. على الجانب الصحي نوعا ما، على الجانب العملي الفترة بدأت آخر أسبوع في شهر سبتمبر راح تكون فترة جيدة ممتازة جدا. على الجانب المهني والمالي بنفس الوقت على الجانب العاطفي راح تكون فترة جيدة. ما تكون جدا كثير ما يواجهون متاعب عاطفية، يعني نفسية وعاطفية كثيرة، لكن شهر سبتمبر راح تكون جيد بالأخص بآخر 7 أيام من عنده على الجانب العاطفي. على الجانب الصحي ممكن يواجه بعض التوترات النفسية، أوعدهم بأن هذه التوترات ما راح تستمر فترة طويلة، راح يتغير الوضع تحديدا بعد 8 من شهر نوفمبر عندما يدخل الكوكب جوبيتر المشتري في مجموعة القوى
وسألنا هل يدعم دعم مباشر جيد جدا. أهم الوظائف بالنسبة لمرحو جدا هو ينجح في الوظائف المطلب الأمور الإنسانية، الأمور اللي علاقة بدفاع حقوق الإنسان، الأمور اللي لها علاقة طبعا الناس اللي لا يحب الوظيفة يحب دائما يكون حر، الأمور اللي لها علاقة بالعطاءات في خدمة الناس، هذا الأمور ينجح في مرحو جدا بشكل جيد جدا.